انفصال تامر حسني. عايزه اوضح حاجه ان انا ماليش دعوه ابدا 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 لا من قريب ولا من بعيد. ويا جماعه انا مش شماعه عشان تعلقوا عليا اي حاجه تنزل تعلقوها في جليله. فمبتضايقش لما بشوف اسمي مرتبط بيه او الصور او اي حاجه في الجوجل، دي حاجه طبيعيه واقل من طبيعيه. فبالعكس انا تامر بحترمه على الصعيد الفني وعلى الصعيد الانساني، بحترمه جدا وبعزه جدا وبتمنى له كل التوفيق والنجاح يا رب وربنا يوفقه. وزي ما قلت دي حاجه من ربنا، وربنا دايما بيجيب لنا الحاجه اللي فيها الخير دايما.